وبعدين اقول لك حاجه، هو في هذا الشخص يا عبد الناصر سيرته الذاتيه ودخوله السجن اثر عليه عصبيا وجسديا وحاجات كتيره جدا. يعني هو واضح ان هو يعني هو بيحب يركب مراجيح، ما تعرفش يعني. فانا انت مش يعني مش فاهم، هو بيحب يركب مراجيح كتير، فانا انا مش فاهم. هو عارف الاغنيه بتاع المرجيحه، هو بيحبها جدا، فهو عايز يركب مرجيحه بتاعتي. ركبنا المرجيحه حلوه قوي ومريحه، ركبنا المرجيحه حلوه قوي ومريحه. فهو فانت مش خلاص كابتن، بس انت خلاص مش هتنفع يعني. معذره يعني، انت روح مع نفسه كده، يقعد في حته، لان هو ما بيقعدش على رجليه، ما بيقعدش خالص، لازم يبقى متحرك بيرجع على رجليه كتير، لان انت عارف لما واحد بيبقى فيه مشكله بيبقى ما يقدرش يقعد. فهو دي مشكلته، فلازم يعني يلم نفسه ادام هو الدنيا فيه حاميه عنده.